بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع يعاد للفائدة، يعاد للفائدة. الموضوع كلش مهم. اجتنا هاي الشاشة نوع شينون، المشكلة ما به اي فتحة هنا حتى نستدل على وجود الانارة. فالطريقة الصحيحة هي كالآتي: نرفع الفيشة مات الليدات هذه، بها زائد على اليسار وناقص من ناية. شو نسوي الطريقة؟ نجيب اوميتر، اعذروني دا اصور وحدي، خليناه على الدي سي، زين عيني. قست هنا عليه 24، قست هنا 24 فولت. هاي ال 24 فولت هي غير كافيه، فحتى اقطع الشك باليقين عندي هذا الجهاز، جهاز فحص الليدات، زين عيني، هذا بالقنطره ربطته وين؟ على المصدر الليدات، هذا الزائد والناقص، زين عيني. وشغلت الشاشه، هسه راح اشغلها، راح اشغل الشاشه ونشوف انارتها. هسه راح تبين عندك الشاشه تشتغل لو لا. اذا اشتغلت، اذا اشتغلت هسه، هاي كلمه شينون، تشوفوها اشتغلت الشاشه، زين. فاذا الحل شنو؟ نرجع على كارت اناره السقوف الثانويه، راح نشد له وتشتغل 100%. فهذه المعلومه للتوضيح، وشكرا لكم.